مرحبا بكم طلابي ومشاهدي الكرام في درس جديد من دروس التربية الإسلامية، ودرسنا اليوم سيكون عن شخصية إسلامية، ومن منطلق أن الدين الإسلامي العظيم جعل للمرأة مكانة متميزة وكان لها دور كبير على مر الأزمنة والعصور في العديد من الأحداث المهمة، ولذا سوف نتحدث اليوم عن شخصية عظيمة وصحابية جليلة، وهي السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. ميلادها: ولدت رضي الله عنها في مكة، وهي الأخت الكبرى للسيدة عائشة وابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهي أختها غير الشقيقة للسيدة عائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هي أخت شقيقة لعبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. وولدت قبل الهجرة ب 27 عاما، وكانت رضي الله عنها من الأوائل في الدخول للإسلام، وأسلمت بعد أن أسلم 17 رجل فقط، وتزوجت عبد الله وتزوجت الزبير بن العوام رضي الله عنه. سبب تسمية السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه بهذه التسمية، وبسبب أنها كانت تعد الطعام للرسول صلى الله عليه وسلم وأبيها أبي بكر الصديق قبل الخروج للهجرة، وفي أثناء ذلك لم تجد ما تضع فيه الطعام غير الخمار الذي كانت ترتديه، فقامت بشق هذا النطاق نصفين، قسم غطت به رأسها وقسم ربطته حول خصرها وبه الطعام، لذا سميت بذات النطاقين. وكان لها دور كبير في الهجرة النبوية الشريفة، حيث هيأ الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر كل الإمكانيات، فأعد للهجرة كل الإمكانيات، ووضع لبعض الصحابة دور في الهجرة، منهم من كان مسؤولا عن نقل الأخبار عبد الله بن أبي بكر، ومحو آثار الأقدام وإحضار الحليب وهو عامر بن فهيرة، وأيضا ثالث عبد الله بن أريقط كدليل للطريق، وعلي بن أبي طالب هو الذي نام في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم. والسيدة أسماء كان دورها وهي إحضار الطعام للرسول صلى الله عليه وسلم وأبيها أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم جميعا، وكانت تضحية عظيمة من السيدة أسماء رضي الله عنها، إذا علمنا أنه في أثناء هذه الرحلة المباركة، وعندما كان كفار قريش يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، قابل أبو جهل وسألها: أين ذهب أبيك وصاحبه؟ قالت له: لا أدري. فلطمها على خدها الشريف حتى سالت دما. فكانت السيدة أسماء رضي الله عنها شجاعة وقوية، لم تخف ولم تخشى من هذا الإنسان أو الكافر الغير مسلم أبو جهل، وردت عليهم بشجاعة ولم تخبرهم عن مكان أبيها وصاحبه محمد صلى الله عليه وسلم.
واختبأ في الغار لمدة 3 أيام، غار ثور، حتى كفار قريش بعد ولم يعرف مكانهما. وكانت هناك كما علمنا بعض المناوشات كما حدث مع عبد الله بن سراقة عندما كان اقترب بفرسه من الغار، ولكن فرسه تعثر ورجع ولم يستطع الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أبو بكر. وللسيدة أسماء رضي الله عنها كانت لها الكثير من المواقف العظيمة في حياتها، كما قلنا ما حدث في الهجرة وما حدث مع أبو جهل، وأيضا ما حدث مع جدها عندما خرج أبيها وهاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء جدها ليسأل هل أبقى والدك شيء من المال، فقالت لها قالت له نعم، وأحضرت له حجرا وغطته ببعض القماش، وهو كان أعمى جدها، فتحسس هذا فعلم يعني أن ذلك مالا ولم يعقب على ذلك، ولكنها بعد ذلك اعترفت له بما حدث وطلبت منه أن يسامحها، وبالفعل سامحها على هذا الموقف. إذا نعلم أن صفات السيدة أسماء رضي الله عنها قوة الإيمان والتضحية والشجاعة والكرم وبر الوالدين. ونستفيد من هذه القصة الإخلاص في حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والشجاعة في المواقف الصعبة، وعدم الجبن أو الخوف إلا من الله عز وجل، وأيضا ضرورة أن تترك لك بصمة إيجابية في الحياة يتكلم عنها التاريخ، وتكون فاعلا في المجتمع وشجاع ولا تخشى إلا الله. وفي النهاية دعاء انتهى من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.